يلا يلا يلا. ايه ايه ليكات يا شباب، ليكات ليكات، عطى عطى. يا سلام عليكم، يا سلام. بعد بعد اخلص من الخميس انسان عطى. اوه الوالد ذي شعبي، ما بدا وقتك. الو، هلا يبا، هلا هلا هلا. ها ها يبا، خلى بعدين، انا مشغول الحين، عندي بث. اي 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 خلاص، انا اخلص وبروح. اي بروح بروح بروح، خلاص يلا مع السلامة. هلا وسهلا، حي الله ابو المشاهير، حي الله راعي الفلوس وبعد سيارة. هلا وسهلا ومرحبا مليون. هلا بحرنكش، هلا والله. ادخل ادخل، والبط محلك، اخلص. وهلانا لبط لبطت لبطك، حي الله المشهور، حي الله ابو الملايين. زين، وحسدني انت يعني؟ لا والله ماني بحاسدة، ولا عشاني مشهور يعني وانت مش مشهور يعني؟ لا والله، الله يوفقك. زين ايش تبي جاي يعني؟ بس بقول لك شيء واحد. قل. يمكنك ناسي. جاي تحت تنصحني ولا ايش تبي؟ لا بنصحك. ها. بقول لك شيء عن ابوك. ايش في ابوي؟ ابوك جنتك ونارك يا ابو خلي مع امك، اذا دق عليك ابوك في التلفون، ها ايش تبي؟ ايش عندك؟ ايش اللي بغيت؟ انا في بث، انا قاعد مشغول مع المتابعين، مع المشاهدين، ذي ليه ما يفيدونك؟ هالمتابعين ما يعرفونك، والله لو ايش تصير فيك؟ ما حد يعرفك حتى بريال، فهمت؟ ذا ابوك دعوه منه تدخلك الجنه، ودعوة عليك تدخلك النار. خلصت؟ ما بعد باقي. ما خلصت؟ ما خلصت. والرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم صل وسلم عليه، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فهمت؟ فهمت، خلصت؟ خلصت. هذا أولا أنا. أيوه. زين، أنصح من نصح، مو انت واشكالك تجي تنصحني؟ ابوك امك، ابوك امك جاي تطعج علي تلفس علينا، سمعت ولا لا؟ سمعت الكلام، بس الوعد يا ابو خلي بعدين. الوعد ما الوعد، انت اصلا حاسدني على الشهرة. نعم انا ما بحاسدة. لا حاسدني، وهذا انا اقول لك، قم قم.